نخش بقى نروح على بقى لخبر الساعه. ايوه خبر الساعه، خبر الساعه الحقيقه وحديث الساعه. الناس كلها من امبارح ما وراهاش كلام غير عن مباراه القمه ما بين الاهلي والزمالك كما جرت العاده، بس يمكن ماتش امبارح كان استثناء عن العاده اللي كنا بنشوف فيها يعني نديه في المباراه. كنا بنستمتع جدا بمباريات الاهلي والزمالك. امبارح انتهت مباراه القمه 114 بفوز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-0 عشان يأكد فوزه بالدوري ووصوله للنقطة 84 عن جدارة واستحقاق بدون أي هزيمة طول الموسم. طبعا خلينا نبارك للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، واهم حاجه ان الماتش طبعا خرج بشكل مشرف بروح رياضيه بدون اي شغب، ولكن احنا مش هينفع ان احنا نتغافل عن الاحباط اللي اصاب في الحقيقه جماهير نادي الزمالك بالخساره اللي حصلت امبارح. مش بس كده، الاداء نفسه يعني يمكن الجماهير كلها كانت بتعلق على نقطه ان اداء لعيبه نادي الزمالك ما كانش فيه روح، وبيتهيألي بعد الهزائم المتتاليه لنادي الزمالك في ماتشات كتير اعتقد انه لازم بقى نبتدي نبحث جميعا، او المختصين يبتدوا يبحثوا اكتر في الاسباب دي، يشوفوا الدروب فين، يشوفوا ايه اللي محتاج ان هو يتعدل. لان طبعا احنا لسه بنقول دايما لما بنيجي نتكلم عن قطبي الكره المصريه بنقول الاهلي والزمالك، مش عايزين نحط راسنا في الرمل كتر الهزائم المتتاليه في صفوف نادي الزمالك. اعتقد انه ده بيلغي بقى موضوع النديه، يعني صعب طبعا، يعني انها طبعا واحده من جماهير الزمالك اللي موجوعه جدا من اداء الفريق مش بس من النتيجه. يعني فكره المكسب والخساره ممكن تكون مثلا صدفه مثلا، لكن الاداء امبارح يعني فعلا قلبي مع جماهير الزمالك، الجماهير المحترمه، الجماهير اللي بتساند النادي بتاعها. الحقيقه ما ينفعش ابدا يكون جزاؤهم ان يكون مستوى اللعب بالشكل ده. خلينا نتكلم اكتر عن الماتش بتاع امبارح. معانا على التليفون استاذ احمد عويس الناقد الرياضي. استاذ احمد برحب بحضرتك، وشفت الماتش امبارح كان ازاي؟ شفت اداء الاهلي ازاي؟ وشفت اداء الزمالك ازاي؟ استاذ احمد معانا على التليفون؟ طيب فقدنا الاتصال باستاذ احمد عويس، هنحاول نتصل بيه مره ثانيه. لكن زي ما قلنا طبعا احنا بنهني جماهير الاهلي، بنهني النادي الاهلي بالفوز، وفعلا فوز مستحق، كان اداء جيد جدا. لكن كمان النادي الزمالك كان محتاج يعمل مجهود زياده، كان محتاج ان احنا نشوف مجهود زياده مبذول في الملعب. صحيح ان في الاخر النتيجه تحصيل حاصل، ولكن جماهير الزمالك كانت مستنيه تفرح، كانت مستنيه ان النادي بتاعها يعمل لها حساب. يمكن نفتكر في طيب ناخد التليفون استاذ احمد عويس الناقد الرياضي. استاذ احمد اهلا بحضرتك. اهلا بك يا فندم. شفت ازاي امبارح اداء الزمالك في الملعب؟ شفته ازاي؟ وشفت الاهلي كمان اداؤه ازاي؟ وهل النتيجه من وجهه نظرك هي مستحقه؟ هو الحقيقه مباراه امبارح من مباريات كتير في مباراه القمه انهت مقوله ان القمه ملهاش معايير. الحقيقه امبارح الناس كلها متوقعه نتيجة المباراة. قبل ما المباراة تبدأ الزمالك نازل خايف، إيناسيو مدرب مرعوب نازل بتشكيل غريب جدا. يعني المباراة امبارح كانت فرصة لمدرب الزمالك ولاعيبته ان هم يصالحوا جماهيرهم، ولكن حضرتك كنت شايف المشكلة في الجهاز الفني؟ ويمكن الدليل على كده ان في اخر دقائق لما بدا شويه تشكيل يتظبط بدانا نلاقي الزمالك موجود في الملعب، ولا المشكله في اللاعبين؟ كانوا بيلعبوا من غير روح، من غير حماسه، مفيش محاوله ان هم يرضوا جماهيرهم. يعني الحقيقه كلها على بعضها، يعني منظومه الزمالك كلها على بعضها امبارح كانت تستحق الهزيمه. الحقيقه انه نستثني منهم عمر صلاح الحارس الناشئ بالظبط، يعني ده المكسب يمكن بتاع الزمالك امبارح. الحارس رائع وهو انقذ الزمالك من هزيمه ثقيله امبارح، ولكن خلينا نقول انه الزمالك لازم يقفل الصفحه بتاعت الموسم ده كلها، لان هي صفحه الحقيقه محزنه جدا لجماهيره، ويبدا صفحه جديده. على الناحيه الثانيه الكابتن حسام البدري عامل موسم تاريخي بكل المقاييس، كسب الزمالك رايح جاي للمره الاولى من 9 سنين. الزمالك ما بيكسبش الاهلي، ما بيكسبش الزمالك في الدوري رايح جاي، بيلعب بالدوري 34 مباراه بدون هزيمه، حقق بطوله الدوري ماشي. ده غير الاداء في افريقيا، يعني غير الاداء في الدوري الافريقي بالظبط. فالحقيقه انه وصل الدور قبل النهائي في كاس مصر، وصل الدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا، فبنهني الاهلي ولاعيبته وجماهيره على الفوز.
المستحق الحقيقه، وان اللي اتعمل باقل مجهود. يعني انا امبارح كنت في الملعب شايف لعيبه الاهلي بيلعبوا، وهم يعني هنكسب، يعني هنكسب امتى وعايزين نكسب كام. استاذ احمد، الناتج النهائي لهزائم الزمالك المتتاليه في الفتره الاخيره تفتكر من اسبابها، وده يمكن اتقال على لسان بعض المختصين وعلى لسان جمهور الزمالك، هو تغيير المدربين بشكل متكرر منذ 2015 الى الان، ففي حاله من عدم الاستقرار، وفي سبب اخر برضو انه السيستم نفسه بتاع يعني اداره نادي الزمالك واداره نادي الاهلي، ان احنا يعني بيقول لك في نادي الاهلي احنا عمرنا ما شفنا رئيس مجلس اداره النادي بيتدخل في مع اللعيبه او بيتدخل في تشكيل اللعيبه او بيتدخل في ميران اللعيبه، وان التدخلات دي بتبقى حاجه يعني غريبه او من يعني كسيستم مانجمنت او اداره، راي حضرتك ايه؟ والحقيقه كان في مشهد قبل المباراه بيومين بيقول ان الزمالك رايح انه يتغلب، الاستاذ رئيس النادي بيستضيف لعيبه الفريق الساعه 2 بالليل عشان يعزمهم على العشاء في بيته في الساحل الشمالي. الحقيقه ده ما بيحصلش في اي حته في العالم. رئيس النادي عايز يقعد مع الفريق الوان مع لعيبه الفريق لازم يروح لهم معسكرهم، يروح لهم مكانهم، انما انا اجيب اللعيبه عندي البيت عشان اقعدهم قدامي على النجيله زي التلامذه قاعدين على الارض. الحقيقه مشهد كان مشهد مؤسف، وبيقول انه بيضيع جزء من روح لعيبه الزمالك. خلينا نقول انه طبعا تغيير مدربين، مفيش فريق في العالم بيغير 18 مدرب في سنتين، مفيش فريق في العالم بيمشي 16 لعيب ويجيب 16 لعيب، يمشي 16 ويجيب 16، الحقيقه ده مش يعني في اي فريق في الدنيا عنده قوام اساسي بيلعب عليه. الاهلي بقاله 3 سنين او 4 سنين او 5 سنين بيجيب لعيبه، بس تبص للتشكيل الاساسي النادي الاهلي هتلاقي مؤمن موجود، هتلاقي حسام غالي موجود، هتلاقي عاشور موجود، الاستقرار حتى ما بين اللاعبين نفسهم. طيب هنا الكلام بقى ممكن يبقى في كلام دلوقتي بشكل عملي عن الجهاز الفني، يعني يمكن بعد الماتش الاخير في دوري ابطال افريقيا ما كانش ينفع نتكلم عن الجهاز الفني لان احنا كنا داخلين على مباراه القمه اللي هي انتهت بالهزيمه اللي احنا شفناها. دلوقتي هل في مجال ان احنا نتكلم عن ايناسيو عن الجهاز الفني لنادي الزمالك، وممكن مين يكون البديل؟ الحقيقه ما اعتقدش، لانه الزمالك عنده يوم الاحد مباراه في دوري ابطال العرب، فما اعتقدش انه ممكن الاستغناء عن ايناسيو في التوقيت ده. واعتقد انه فكره الاستغناء عن ايناسيو بعد ما عرف اللعيبه هنبدا تاني في نفس الدوره للعيبه الزمالك والفريق الزمالك، ان احنا بنجيب مدرب ونمشيه، فالمدرب على ما يجي ويعرف اللعيبه ويبدا يكتشف قدرات الفريق فيمشي، هنبدا نجيب مدير فني تاني فيبدا يكتشف قدرات. هي فعلا حاله عدم استقرار غريبه، يعني زي ما قلنا انت بتتكلم في خلال سنتين 18 مدرب يتغيروا، ما طب ما ازاي يعني؟ يعني ما هو طبيعي اللاعب يبقى نازل مهزوز ويبقى نازل مش واثق في نفسه ومرتبك. هي الفكره مش كده، الفكره كمان انه المدير الفني بيحتاج فتره عشان يعرف لعيبته، فدي اسمها فتره الاعداد. طبعا بما ان احنا في مصر ما عندناش اصلا فتره اعداد، فنعتبر ان الفتره اللي قضاها ايناسيو في نهايه الموسم الفتره اللي فاتت مع الزمالك هي فتره اعداد، ويبدا يكمل بقى الموسم الجديد مع. طيب احنا دلوقتي قدام الدوره العربيه اللي المفروض خلاص ايام وهتبدا، الحقيقه كان في كلام لرئيس نادي الزمالك كان بيتكلم فيه عن ربط مشاركته في الدوره العربيه بقبول الحكم بتاع المحكمه والخاص بماتش مصر المقاصه مع الزمالك. هنا تفتكر هو خلاص القرار طلع من اتحاد الكره ان هو خلاص هيتم احتساب 3 نقط للمقاصه، تفتكر بقى هنا مشاركه الزمالك في الدوره العربيه تكون على المحك ولا هو حسم الموضوع؟ لا خلاص، الماتش امبارح حسم الموضوع، لانه حتى لو الماتش اتعاد الزمالك كان هيحصل على المركز الثالث، فرق بينه وبين المقاصه بقى اكتر من يعني حتى لو المقاصه اتخصم منه 3 نقط والزمالك الماتش اتعاد ولعبوا الماتش، الزمالك مش هيقدر يوصل للمقاصه، فبقى الحكم زي ما الاستاذ مرتضى منصور امبارح قال بنفسه في احد القنوات الفضائيه، الحكم هابيل واشرب ميته، لانه خلاص بقى يعني اعاده الماتش مش هتفيد الزمالك في حاجه، كده كده الزمالك استقر في المركز الثالث والمقصه بقى المركز الثاني. والمركز الثالث دي في حد ذاتها يعني عليها علامات استفهام كتير جدا، مع احترامي جدا لمصر المقصه وايهاب جلال طبعا مدير فني هايل جدا ومحقق نتائج كويسه جدا مع مصر المقصه، بس في النهايه الزمالك والاهلي احنا متعودين ان هم قمه الدوري المصري. الزمالك مع 3 مدربين خسر 3 مباريات متتاليه، كان محمد حلمي خسر فمشي، فجي كابتن محمد صلاح لعب ماتش خسره، فجي ايناسيو اول ماتش ليه خسره، يعني 3 مباريات متتاليه الزمالك خسرهم ب9 نقط كانوا ممكن يخلوه اصلا ينافس، يعني الحقيقه كانوا ممكن ينافس على بطوله الدوري، ولكن يعني كل ده كلام بنقوله، والحقيقه الزمالك ما بيتغيرش في حاجه، يعني بقى لنا بعد ما الزمالك خد بطوله الدوري وبطوله كاس مصر
مع فيريرا، وقلنا ان الزمالك خلاص رجع وعلى طريقه الصحيح وانه بيحقق بطولات. لما الزمالك خسر السوبر في الامارات طبعا حصلت مشكله الخلاف اللي حصل بين رئيس النادي وفيريرا، ففيريرا مشي، فدخل الزمالك بقاله سنتين في دوامه ما بيعملش اي حاجه، ما عندوش اي حاجه، بياخد طول كاس في مصر ولكن جمهور الزمالك ما اعتقدش انه قابل انه بقاله 10 سنين اخر فوز للزمالك على الاهلي في الدوري 2-0 في 2007، وده كان الاهلي كان ماتش ليه ظروف خاصه، الاهلي كان بيلعبه بالاحتياطي لانه كان كسب الدوري قبلها ومانويل جوزيه كان مريح مجموعه كبيره من اللاعبين. اخر فوز حقيقي للزمالك على الاهلي في الدوري في سنه 2004 موسم 2003 2004، فالحقيقه انه الموضوع بقى مزعج لجماهير الزمالك. تمام. 13 سنه لم يحقق فوز حقيقي على الاهلي في الدوري، اعتقد صعبه جدا على كبار الكره المصريه اللي طول من اول ما شفنا كوره في مصر والمنافسه بينهم، يعني ما فيش غيرهم. هل في امل ان الزمالك ياخد الكاس؟ يعني هل متوقع حاجه زي كده؟ هو الحقيقه الزمالك السنه اللي فاتت واللي قبلها كان بنفس الطريقه وقدر ياخد كاس مصر، ولكن الزمالك عنده ماتش صعب جدا في السيمي فاينل قدام المصري، اعتقد انه هيبقى ماتش صعب وممكن العميد حسام حسن يحقق مفاجاه. النهارده في مباراه المقصه وسموحه اللي هيكسبوا منهم هيروح يلعب الاهلي، وانا متوقع انه هتبقى في مفاجات في الكاس وممكن نشوف اثنين جولات خالص غير الاهلي والزمالك في النهائي، واتمنى ان ده في مصلحه الكره المصريه. تتوقع حاجه زي كده؟ يعني الماتش بتاع الاهلي مع وادي دجله مثلا والنتيجه بتاعته، تتوقع ان ممكن نشوف نادي تاني يعني فرق كبير في النتيجه؟ اعتقد كان 3 اهداف، كان 4-1 بس 4-1 ففرق 3 اهداف، هل ممكن ان احنا نشوف نادي تاني في القمه غير الاهلي؟ لا، دجله غير سموحه والمقصه والمصري، يعني الثلاثي اللي راح ينافس الاهلي الاهلي والزمالك في نص نهائي كاس مصر هم الثلاثي، المقصه هو ثاني الدوري، فالمقصه هو اللي بعد الاهلي. أيوه. المصري هو رابع الدوري، فهو الحقيقه لو المقصه والاهلي والزمالك هيبقى يعني معيار حقيقي للكره المصريه، لانه الاربعه الاوائل في الدوري تمام هم اللي راحوا نص نهائي كاس مصر. نشكرك. المصري والمقصه فرقه بتلعب كوره كويس، بتعرف تلعب الاهلي والزمالك كويس، وممكن تحقق مفاجات، وده نتمناه لانه مصلحه الكره المصريه ان يبقى في اكتر ومن مصلحه الكره المصريه ان الزمالك كمان يرجع تاني يتصدر القائمه. طبعا طبعا، ما اعتقد ان الكره المصريه من غير الاهلي والزمالك الحقيقه تخسر كتير. طبعا طبعا، نشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد عويسة الناقد الرياضي، ونتمنى طبعا انه الزمالك يستعيد مكانته مره ثانيه، وكفايه بقى لان فعلا جمهور الزمالك حقيقي يعني جاله احباطات كتير. معلش يا ما معلش يا ما سنظل ان شاء الله اللي جاي احسن. مش كده يوسف كمان يوسف عايز يفرح. امبارح زملكاوي كان قاعد بيتفرج كان زعلان قوي. بالظبط.